طيب توكلنا على الله بإذن الله رب العالمين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض أول محاضرة من محاضرات علمني الإعراب. طبعا انتوا شفتوا الكورس وشفتوا النظام، وإن شاء الله رب العالمين هيبقى فيه واجب وهنصحح الواجب مع بعض، وهيبقى فيه امتحان على كل محاضرة بحيث ان احنا نشوف احنا بنتقدم ازاي زي ما أعلننا في الدورة. الحقيقة كمان اللي أنا عايز برضو أنبه طلابي الأعزاء لي إن إحنا لازم يعني كل شوية نخش نشوف، لأن الموضوع هيبقى جدول، يعني الموضوع ليه جدول. زي ما أنتوا شفتوا في الكورس الأسبوع الأول هتلاقي مثلا المحاضرة الأولى، ومع المحاضرة الأولى تحتها يوم مثلا 11 يوم 13/9 المحاضرة هتتذاع أونلاين، وبعدين كان في الأول امتحان تحديد المستوى، ويا ريت نكون كلنا امتحنا الامتحان ده لانه مهم جدا. عايزين نعرف مدى تقدمنا او ايه اخبارنا في المستوى الاول، او في قبل ما نبدا المحاضره نعرف ايه المستوى بتاعنا، وبعد ما تقدمنا شويه في المحاضره مستوانا اتحسن ولا لا. ايوه يا ندى، ما انا شفت ان انت فعلا وانت جايبه درجه عاليه يا ندى، لكن طبعا لسه في اشياء عايزين نناقشها مع بعض، وحاجات كتير هنتعلمها كتير قوي باذن الله رب العالمين. الاول يا ريت كده الناس كده تعرفني بالمحافظات بتاعتها، يا ريت الناس كده الاول تعرفني بالمحافظات بتاعتنا عشان نعرف كده مين الغربيه. معانا الغربيه محمد اهو من الغربيه، ومعانا ايمان من اليكس وكفر الشيخ والمنوفيه ما شاء الله، وبن سويف واسكندريه واسيوط ودمياط واسكندريه كتير. جوه يا مريم في تمام، احنا معانا ناس زي الفل، احنا معانا الجمهوريه كلها الحمد لله، وده اهليه كمان. طب كويس والله، بلدياتي معانا همت وسوهاج وناس من الصعيد. كل دول عايزين النحو، ان شاء الله ربنا يبارك لنا يا رب يا اولاد، وان شاء الله مع بعض كده ونتعلم نحو بجد، ونسمي بسم الله كده كلنا. عايز يعني ايه كلنا نكتب بسم الله توكلنا على الله كده، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. النهارده هنبدا مع بعض النحو من الاول خالص، من البدايه خالص. فالدوره دي زي ما قدامنا كده على السبوره محتواها 50 معلومه اساسيه. ال 50 معلومه دي تمثل المستوى الاول في دراسه النحو العربي. ده المستوى الاول يا شباب. الدوره دي موجهه للي ما بيعرفش حاجه خالص في النحو، هيعرف وهيمشي معانا، واللي بيعرف في النحو صدقوني هتفيده جدا. يعني حتى الناس اللي شطار في النحو هيكتشفوا ان في معلومات كتيره قوي كانت ناقصاهم، او معلومات كتيره غلط. يعني زي ما انا اديت مثال قبل كده دايما اضربه في بدايه الدوره دي لما ابديها للاولاد، اقول لهم ها يا شباب قولوا لي كده، مع ديت حرف ولا اسم؟ بلاقي كل الطلاب بتقول لي مع حرف جر، حتى الطلاب الشاطرين، رغم ان مع اسم مش حرف جر، لان احنا يجوز ان احنا نقول معا. اقصد ان في معلومات من الابتدائي احنا طالعين بيها غلط، فعايزين نصحح المعلومات دي ان شاء الله من خلال الدورة دي ان شاء الله. هي بتمثل 50 معلومة اساسية بتمثل المستوى الاول. يا رب ان شاء الله شعور بصعوبة النحو يتزال. يعني انت اول ما هتعرف انواع الكلمات وتبدأ تفكك الكلمة وتعرف الكلمة مالها مكونة من كام كلمة، يعني في كلمات كتيرة ساعات احنا بنشوفها كلمة واحدة وهي في الحقيقة كذا كلمة. كمان ان احنا بعد الدورة دي ان شاء الله يا شباب الدارس يستطيع معرفة جميع انواع الكلمات. يعني اجيب لك فقرة، الهدف من الدورة دي يا شباب اللي احنا بناخدها، هنجيب فقرة والفقرة دي نمسكها كده نعمل جدول، والجدول ده نقسمه اسم وفعل وحرف. بنقول ان انت بعد الدورة ديت لو جبت فقرة كاملة هتقدر تقول لي دي اسم ودي فعل ودي حرف، ودي حاجة مهمة جدا في الإعراب. كمان تنظيم المعلومات يا شباب، انتوا ساعات بتعانوا في النحو من ان في معلومة بتبقى سابقة معلومة. يعني يجي الأستاذ وهو بيشرح مثلا بيعرب مثلا او بيشرح لك الفعل المضارع، ويجي يقول لك فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. انت فاهم يعني ايه فعل مضارع ويعني ايه نون النسوة، لكن المشكلة يعني ايه مبني. فساعات بتبقى في معلومة في وسط المعلومات ناقصة، فبتخلي الطالب حاسس بصعوبة النحو. فالدورة دي بقى مش هتخليك تسمع معلومة قبل معلومة، الدورة دي هتخليك وانت قاعد في الدرس عندك او في الفصل او بتذاكر نحو لوحدك، بتخليك عارف التدرج المنطقي للمعلومات.
ان انا عرفت انه فعل ويعني ايه مضارع ويعني ايه مبني ويعني ايه علامة البناء، الكلام المصطلحات اللي ساعات بتضايق الاولاد من النحو. فالدورة دي من مميزاتها انها تنظم المعلومات في ذهنك. كمان بعد الدورة دي انت تقدر تنزل، طبعا كل محاضرة ليها زي ما نقول كده الورق الخاص بتاعها، وبننزلها من خلال الكورس. طبعا انتوا شفتوا كلكم شفتوا نظام الكورس وعرفنا، نزلتوا الورق بتاع المحاضرة دي ولا لا؟ عرفتوا تنزلوه ولا لا؟ الورق ده موجود جوه. ايوه صح كده، نزلتها. يبقى كده انتوا ايوه كده تمام. لا هتلاقيه جوه لما تفتحه وتخش الكورس، طالما التحقت بالكورس هتفتحه وهتعمل له داونلود، هينزل على جهازك، بحيث بقى ان احنا ايه يعني نريح دماغنا من حكايه الفيسبوك شويه. لان انت عارف بقى الفيسبوك، طب استاذ فين اللينك؟ طب اللينك ضاع، طب اللينك كان على الصفحه، بيضيع الوقت. يعني احنا صفحه الفيسبوك بتبقى عشوائيه شويه، لو حتى عملت بوست البوست بيبقى ظاهر شويه، ولو نزلت بوستات جديده تلاقي اللينك اللي انا كنت منزله علشان تنزل المذكره ضاع. لكن هنا لا، هنا اللينك ما بيضيعش، انت قدامك كل حاجه. وكمان خلي بالكم انا في خلال الكورس ده ببعت لك واجب، وانت هتلاقيه برضو عندك في السكادوال هتلاقي عندك في واجب، الواجب ده تنزله عندك هو وورد عادي وتجاوبه عادي جدا وترفعه لي تاني، وانا هقول ملاحظاتي على الواجب. كمان ممكن تبعت لي اسئله جوه الكورس، فاصبح كل حاجه في حته واحده. الميزه يا شباب في طريقه الكورسات ديت او اللي هي الاونلاين ديت، ان كل حاجه بقت في حته واحده، مش حاجه على اليوتيوب وحاجه على موقع بنذاكر وحاجه على صفحه الفيسبوك والاسئله تشوف الاستاذ انا رد ولا لا. لا الحمد لله الطالب كده عارف كل حاجه في مكان واحد، وهو جوه يا شباب، هو جوه الكورس. اللي بيقول ننزل من فين؟ من الكورس، جوه الكورس. افتح على الشمال هتلاقي تقول از ليرنر، واز ليرنر دي تفتح الكورس الخاص بيك، هتلاقي علمني الاعراب، هتفتح علمني الاعراب، هتلاقي في الحاجه التانية على طول حاجه اسمها السكادول بتاعك. السكادول ده اللي هو جدول العمل، هتلاقي عندك في جدول العمل اول حاجه اللي هو امتحان تحديد المستوى المفروض تمتحنه، وتفتح تحت بقى تقول لي شو، يعني في كده هي بتبان لك الاول يعني زي ما نقول ايه خفيه، يعني انت لو فتحت كده هتتفتح لك زي القائمه كده، والقائمه دي هتلاقي فيها بقى يوم 11 9 كذا، يوم 12 9 كذا، يوم 13 9 كذا. فالموضوع عاد مرتب جدا في مساله ان انا ازاي انزل حاجتي وازاي اسال. وساعات تلاقيني بقى كل المشتركين في الدوره ابعت لهم رساله معينه. فيا رب تكونوا فاهمين نظام الكورس ده، لانه نظام مهم جدا، وازاي ننظم معلوماتنا ونوفر مرجع من الخرائط الذهنيه. انت لو نزلت كل مره الورق بتاع المحاضره عندك، هتلاقي في الاخر انت معاك المحاضره كامله عفوا المذكره كامله بتاعت علمني الاعراب. الحقيقه الدوره دي زي ما قلت اهميتها مهمه جدا. كنت قريت الكلام ده وقلت زي ما فيش حسابات بين ارقام بلا ارقام، وزي ما فيش قراءه بلا حروف، كذلك ما فيش نحو بلا فهم هذه الدوره. اللي مش هيفهم هذه الدوره يا جماعه مش هيفهم نحو خالص. فدي اهميه هذه الدوره لانها تمثل الاساس. الدوره دي الحقيقه صالحه لكل من يريد تعلم النحو، مش مهم سنه قد ايه. يعني دي ميزه الدوره انها صالحة للمرحلة الإعدادية، المرحلة الثانوية، المرحلة الجامعية، الأساتذتنا اللي هم إخواتنا الصغيرين اللي لسه متخرجين وعايزين يشرحوا نحو لطلابهم. الحقيقة الدورة دي يا ريت حد يبقى حاضر معانا من الأساتذة المتخرجين حديثا، علشان يشوف إزاي إن هو يرتب معلومات الأولاد في النحو، وما يشرحش معلومة قبل معلومة، لأن ده بيلخبط الأولاد جدا. الحقيقة خطتنا هنعتمد على حاجه اسمها الخرائط الذهنيه في الشرح. الخرائط الذهنيه دي طبعا انت عارفين وسيله مهمه جدا، الخرائط الذهنيه. وكل شويه هنعمل امتحانات تراكميه الكترونيه، بحيث ان احنا دايما نعرف مستوانا بيعلى ولا بيقل. والحقيقه انا حرصت كمان في الامثله اللي بجيبها، حتى الامثله يا شباب حرصت قوي ان يكون المحتوى راقي كده، محتوى تربوي. يعني زي ما انت هتشوف معايا، مره هنعالج التسامح، مرة هنعالج الصدق، مرة هنعالج الحاجات اللي هي الصفات الجميلة دي. يعني حتى الأمثلة اللي جايبينها في الدورة أنا مختارها بعناية، بحيث إن إحنا وإحنا بنتعلم نحو نتعلم قيم ومبادئ جميلة إحنا محتاجينها كلنا. في الآخر خالص هعمل لك امتحان وهدي لك شهادة حقيقية بإنك فعلا بمضائي الشخصي إنك أنت فعلا اجتزت المستوى الأول من النحو.
فده شداد الدورة، واحنا هنلتقي كل اسبوع وهنقعد مع بعض من خلال يعني حسب ما يريد ربنا من خلال ساعة ونص او ساعتين، بحيث ان احنا نشوف او نخلص الكم المعين بتاع الدورة. قبل ما ابدأ شباب، هل في اي حد يعني ليه ملاحظات من البداية كده عايز يسأل عن حاجة؟ هل في حد يا شباب كده عنده اي سؤال قبل ما ابدأ؟ الصوت واضح مبدئيا، يعني بتعمل حاجات مهمة جدا، بتبقى مهمة جدا ومفيدة جدا طبعا طبعا يعني. طيب ان شاء الله، شكرا يا شباب. تعالوا بقى نتوكل على الله كده ونسمي بسم الله، وتعالوا نبدأ مع بعض الدورة، دورة علمني الاعراب. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. الحقيقة لما قعدت افكر كتير قوي في مشكلة النحو عند الطلاب، مش على مستوى بس مصر بس، ده على مستوى الوطن العربي، لقيت ان النحو كله اللي انا عايز اقدمه لكم قدامكم اهو، النحو اللي قدام يعني الصفحه دي بتمثل النحو العربي بالكامل. الصفحه الصغيره اللي قدامنا ده ايه بتمثل؟ اولا النحو بينقسم لنوع الكلمه، واعراب الكلمه بياخد وظيفتها وحاله الكلمه وعلامه اعراب الكلمه. ومن هنا بقى شباب قسمت المستويات لاربعه، يعني انا النحو العربي كله هديه في خلال باذن الله بعون الله من خلال اربع مستويات. المستوى الاول اللي احنا بندرس فيه ده اللي هو نوع الكلمه، هندرس الاسم بجميع علاماته، المعرفة والنكرة والصحيح والمعتل والمؤنث إلى آخره، وهندرس الفعل بجميع أنواعه، وهندرس الحرف بجميع أنواعه برضه. يبقى ده المستوى الأول اللي هندرسه، اللي هو نوع الكلمة، اسم وأنواع الاسم، فعل وأنواع الفعل، حرف وأنواع الحرف. طبعا دي معلومات مهمة ومعلومات كتيرة ومحتاجة فهم وحفظ، وبأؤكد تاني محتاجة فهم وحفظ مش فهم بس. ما فيش حاجة اسمها ان انا يعني انا ما بعرفش احفظ، لا، حاجة لازم تحفظ حاجات عشان النحو فيه جزء حفظ. الحاجة التانية بقى، الدورة التانية ان شاء الله بإذن الله هنبقى ندرس بإذن الله وظيفة الكلمة، نعرف ايه المبتدأ وايه الخبر، نعرف ايه الفاعل وايه المفعول، اللي هي الوظائف بتاعت الكلمة. الدورة التالتة او المستوى التالت ان شاء الله هنعرف فيه حالة الكلمة، هنقسم الكلمة المعربة ومبنية، ونعرف يعني ايه مرفوع ومنصوب ومجرور، وايه الحاجات المرفوعة وايه الحاجات المنصوبة ان شاء الله رب العالمين. اما المستوى الرابع والاخير بقى اللي هنتعلم فيه علامات اعراب الكلمة. اذا يا شباب قدامنا النحو العربي كله يتكون من اربعة مستويات، المستوى الاول نوع الكلمة، المستوى الثاني وظيفة الكلمة، المستوى الثالث حالة الكلمة، المستوى الرابع علامة اعراب الكلمة. تعالوا بقى مع بعض نروح لنوع الكلمات. كلمات في اللغة العربية زي ما احنا عارفين انها، سمعت انت الكلام ده كتير او ممكن تكون اول مرة تسمعه، مفيش مشكلة، بس المهم ان الكلمة في اللغة العربية تعرف انها اسم وفعل وحرف. اهو الكلمة في اللغة العربية اسم وفعل وحرف. طب اعرف ان الكلمة اسم ازاي؟ تقبل علامة من العلامات اللي قدامنا دي، يعني الكلمة لو قبلت ال زي رجل الرجل، تقدم التقدم، تبقى اسم. طالما نفع احط عليها ال تبقى اسم، لان في كلمات ما ينفعش احط عليها ال، يعني مثلا كلمة زي كلمة يرضى، ال يرضى ما ينفعش الا في بعض اللي هي النوادر الشعرية، عشان بس ما يجيش حد يقولك لا ده في شاعر قال ال يرضى ومش عارف ايه، لا لا، الاصل ان الفعل لا يقبل ال ابدا. يبقى انت لما اجي اقولك خد الفقرة دي وطلع لي الاسماء فيها، بتجرب الكلمات لو قبلت ال تبقى اسم، طب لو ما قبلتش استنى بس، ما جايز تقبل حاجة تانية، لان مش علامة واحدة من علامات الاسم، ده انت عندك تقبل ال او التنوين او النداء او الجر. يعني كلمة زي كلمة اتفاق، ممكن اقول اتفاق او ده التنوين، تفريق ممكن اقول تفريق او تفريقا او ده التنوين. طب كلمة محمد بقى، ما ينفعش اقول المحمد، ما ينفعش اقول المحمد، بس ينفع اقول يا محمد، خلاص يبقى قبلت كده تمام. طب كلمة ايها، ايها دي اسم ولا فعل ولا حرف؟ جرب كده معاها يا، ممكن اقول يا ايها، يبقى كلمة ايها دي لو سمحت اسم مش حرف. اهو طلبة كتير جدا بتفكر كلمة ايها دي حرف نداء، لا، ايها دي مش حرف نداء، دي منادة. ودي انا بتكلم مع الناس دلوقتي اللي هي حاسة ان الكلام ده يعني بسيط، يلا يا مستر بسرعة ونخش في الكلام الصعب، لا، الكلام البسيط ده فيه اخطاء كتير عندكم بشوفها في الورق ومن الطلاب الشاطرين للأسف. نروح بقى تاني، كلمة بيت ممكن اقول الى البيت، والكاف شفت الكاف دي اليك، ايه ده؟ يعني الضمائر يا استاذ اسماء، طبعا
يا جماعه يا ريت الملحوظه دي كلنا نبقى كاتبينها وعارفينها. جميع الضمائر اسماء، تاني الضمائر انا انت هو هي هم هن نحن، هذه الضمائر اسماء. حتى الضمائر لما تتصل، يعني انا لما بتتصل بتبقى كتاب انا ولا كتابي؟ كتابي. طب كتاب انت ولا كتابك؟ كتابك. ايه ده يا استاذ، يعني انت قصدك تقول بقى ان كلمه كتابك اسمين؟ اللي هي الكتاب والكاف، كلمه كتابي اسمين، ايوه كتاب والياء اللي هو الضمير دي، لان انا لسه قايل معلومه شباب، جميع الضمائر اسماء. طيب هل يا استاذ شرط ان الاسم يقبل كل العلامات؟ لا، يكتفى بعلامه واحده. يعني في بعض الكلمات بتقبل كل العلامات، يعني كلمه رجل ينفع اقول يا رجل، وينفع اقول الرجل، وينفع اقول رجلا، شفت قبلت، وينفع اقول الى رجل، شوف قبلت كل العلامات. لكن كلمه زي كلمه محمد مثلا بتقبل بعض العلامات وما تقبلش بعض العلامات الاخرى، المهم ان الكلمه تقبل علامه واحده من العلامات اللي قلتها، اللي هي مين؟ ال او التنوين او النداء او الجر. ملاحظات، يكتفى بعلامه واحده، قد يقبل الاسم اكثر من علامه. ايضا هناك في علامه من علامات الاسم اسمها الاسناد، يعني من علامات الاسم انه يمكن ان يسند اليه، بس دي بقى يعني حاجه كده مش خاصه بينا دلوقتي ولا نعتبرها دلوقتي، انا بقولها للامانه العلميه، لكن مش هتفرق مع الطلاب في المرحله الثانويه، لان المطلوب منك انك تطبق بس علامه من العلامات السابقه. طيب تعال علامات الفعل بقى. انا عشان اعرف ان الكلمه دي فعل، احنا قلنا يا شباب احنا بندرس في انواع الكلمه، مالناش دعوه خالص باعرابها، احنا دلوقتي الاعراب ده في المستوى الثاني من النحو. الوظيفه الاساسيه عشان ما تتوهش مني، اهم مهاره عايزك تكتسبها انك تقدر تفرق بين انواع الكلمات. طب علامات الفعل ايه؟ انه يقبل سوف، ما فيش اسم ابدا ينفع احط قبله سوف. يعني كلمه يكون، انا لما اقول لك ما الدليل العلمي على ان كلمه يكون فعل، تقول لي يا استاذ ان انا ممكن اقول سوف يكون. طيب ما الدليل العلمي ان كان فعل؟ طب ما هو ما ينفعش اقول سوف كان، بس ينفع اقول قد كان. يبقى اذن الفعل يقبل سوف ويقبل قد. ايضا من علامات الفعل ان يبدا يقبل تاء التانيس، يعني صدق نقول صدقت، التاء المفتوحه من علامات الفعل انه يقبل تاء التانيث المفتوحه في اخره. وان كان الفعل يقبل التاء التانيث، عفوا، وان كان الاسم برضه بيقبل تاء التانيث، لكن احنا نقصد تاء التانيث بتاعه الفعل يعني. طب نون النسوه، نون النسوه برضه دي من علامات الفعل. يعني لما اجي اقول لك مثلا ما الدليل على ان كلمه اخرج فعل؟ تعالى لو جيت تحط كلمه قد قبل اخرج ما تمشيش، يعني قد اخرج ما ينفعش. طب سوف اخرج ما ينفعش، لكن ينفع اقول اخرجنا، ينفع كده طالما نفع احط عليها نون التوكيد او نون النسوه، دي نون يعني الفتيات اخرجنا، لكن لو بقول لطالب وباكد عليه يخرج اقول له اخرجنا، يبقى دي نون الايه يا شباب؟ التوكيد. ودي امثله قدامك اهيت لمعرفه انواع او لعرفه الدليل على ان الكلمه ايه يا شباب؟ فعل. اذا كده انت لو سمحت قادر على انك انت تصنف الكلمات اللي قدامك لاسم وفعل. طب الحرف بقى، الحرف في تعريف ليه انا هقوله لكن مش كافي. ايه هو؟ انه لا يقبل شيء من علامات الاسم والفعل. يعني الحرف علامته انه ما يقبلش اي حاجه من علامات الاسم ولا علامات الفعل. يعني مثلا كلمه الى، لو مشيت عليها علامات الاسم كلها اللي فوق دي مش هتقبلها، لو مشيت عليها كل علامات الفعل هنا مش هتقبلها. هي حروف الجر من الى، حروف العطف الى اخره. يبقى ده يا شباب بالنسبه لي التفريق بين الاسم والفعل والحرف. مع بعض بقى نحل التدريبات دي مع بعض كده. يلا شباب كده بقى اتفاعلوا معايا على الشات كده عشان اشوف الناس اللي سمعاني والناس اللي فاهمه ولا لا. اول حاجه كلمه اعوذ، ايه رايكم؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ اعوذ فعل، تمام، الله ينور عليكم. بي الباء في اعوذ بي، طب الباء حرف، تمام. طب الله لفظ الجلاله، الله اسم، تمام. طب اعوذ بالله من، خلي بالكم بقى انا عندي من بكسر الميم وعندي من بفتح، عندي من بفتح الميم. بالله عليكم يا شباب انتبهوا علشان لازم نقراها كويس، هي من ولا من؟ انتوا عارفين لو الميم اتكسرت تبقى حرف، من كذا يبقى حرف جر خلاص، لكن من بفتح الميم لا، دي اسم، اسم موصول او اسم استفهام او اسم شرط،
فلازم نقراها كويس قوي. فهي اعوذ بالله من ولا اعوذ بالله من؟ يبقى من هنا من بكسر الميم. لا بكسر الميم ما ينفعش يا من، لا ما ينفعش خالص يا معتز تبقى يا من. يبقى من هنا مكسورة الميم تبقى حرف. الشيطان تبقى ايه شباب؟ ايه الشيطان؟ ها اسم، الله ينور عليكم. الرجيم اسم، تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الباء حرف، واسم دي تبقى ايه؟ كلمة اسم دي تبقى اسم، صح؟ والله لفظ الجلالة اسم، والرحمن اسم. هقولها انا بسرعة شوية لان الكلمات بسيطة يعني. والرحيم، ها، والحمد لله. دي بقى لله مكونة من ايه يا شباب؟ كلمة لله مكونة من ايه؟ مكونة من اللام حرف جر ومن لفظ الجلالة الله. يعني كلمة لله كلمة واحدة ولا كلمتين؟ كلمة لله كلمة واحدة ولا كلمتين؟ اتنين، الله ينور عليكم. مكونة من حرف واسم. وقلنا احنا في الدورة دي او في المستوى ده وظيفتنا نعرف نفكك الكلمة ونشوف هي مكونة من ايه، ونعرف نوع الكلمة ايه ونوع المكونة منه ايه. طب رب، خلي بالك في رب وفي ربة، لكن هنا رب بفتح الراء اللي هي بمعنى صاحب، دي اسم، الله ينور عليكم. لكن افرض جت ربة ضارة النافعة، كلمة ربة دي حرف. اه يا شباب تمام، ربة دي حرف اسمه كده، يا ريت الناس تدخر المعلومة دي لحينها، اسمه حرف جر شبيه بالزائد، اسمه كده يا شباب، اسمه حرف جر شبيه بالزائد. طيب يبقى رب هنا عادي جدا اسم. العالمين ايه يا شباب؟ اسم طبعا. والرحمن والرحيم برضو كل دي اسماء. طب مالك دي اسم ليه يا استاذ؟ المالك، يا مالك. طب يوم برضو اسم، والدين اسم، تمام. تعالى بقى اياك دي ايه شباب؟ معلومة، كلمة اياك ها ضمير، كلمة اياك ضمير. طب احنا لسه قايلين يا مازن كل الضمائر اسماء يا شيماء، صح كده؟ شيماء كتبت اسم وانتوا كتبتوا اسم، صح كده؟ يبقى اياك دي اسم واحد مش اسمين. لا ابتسام، اياك هنا هي بيعتبرها العلماء كلمة واحدة. صحيح في بعض العلماء بتقول اياك عبارة عن ايا زائد الكاف، لكن الغالب عليها انهم بيعتبروها كلمة واحدة، وهي كلمة اياك اسم تبقى ايه يا شباب؟ اياك اسم. طيب نعبد، ايه رأيكم كلمة نعبد؟ ها فعل طبعا، فعل. طب وحرف، صح؟ الواو دي حرف، تمام. طب واياك، لسه قايلينها، اياك ضمير يبقى اسم. طب نستعين كلمة واحدة ولا كلمتين يا شباب؟ نستعين كلمة واحدة ولا كلمتين؟ نستعين فعل وضمير؟ لا لا لا، نستعين مش فعل وضمير، لا 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 خالص. نستعين فعل بس، كلمة نستعين دي فعل مضارع بس كده، ما فيهوش اي كلمة غير النون، مش كده ولا انتوا غلط؟ ها لا طبعا، النون هنا مش علامة اعراب، النون هنا من اصل الفعل. ايوه، هنا بقى نودي بتقول ازاي اعرف ان الكلمة مكونة من كلمتين ولا كلمة واحدة؟ ما انا اشوف هل نستعين فيها ضمائر. احنا نستعين، بص، طالما بتتصرف مع انا في المضارع اللي هي انا استعين، اللي هي المتكلم يعني، انا استعين، نحن نستعين، يبقى الكلمة هنا ما فيهاش ضمائر، خلاص الكلمة صافية ما فيهاش اي ضمائر، لان كلمة نستعين اصلها عونة، يبقى عونة هنا النون اصلية، يبقى خلاص النون مش علامة اعراب ولا حاجة. طب اهدنا دي كلمتين، عبارة عن اهدي اللي هو فعل الامر، والنا اللي هي الضمير، يعني اهدي ده فعل امر والنا دي ضمير يعني اسم. اذا كلمة اهدنا مكونة من كلمتين فعلا، لان فعل اهدي زائد النا ضمير، يبقى انا عندي الفعل واسم. والصراط اسم، والمستقيم اسم، وصراط اسم. طب الذين، على فكرة ده اسم موصول، الله ينور عليكم. اسماء الموصولة افتكروا شباب، الذي والتي والذين واللائي، دي اسمها الاسماء الموصولة، هي اسمها اسماء موصولة تبقى اسماء طبعا. طب انعمت، ايه رأيكم كلمة واحدة ولا كلمتين؟ انعمت كلمة واحدة ولا كلمتين؟ ها برافو عليكم، صح كده، ايه تمام، دي كلمتين فعلا، عبارة عن فعل واسم، 10/10 بالظبط كده، يعني عبارة عن فعل اللي هو أنعم، والتاء بتاعته اللي هي الضمير، والضمائر أسماء، يبقى أنعمت فعل وزائد اسم. عليهم عبارة عن كلمتين يا شباب زي ما احنا عارفين، على وهم. تفكيك الكلام ده يا جماعة بالله عليكم اصبروا معايا فيه، اوعوا تستدفهوه، اوعوا تستقلوه، تفكيك الكلام في منتهى الأهمية. عليهم، على دي حرف الجر بتاعنا اللي احنا مشهور، وهم
دي اللي هي الايه بقى؟ الاسم صراط الذين انعمت عليهم غير، غير دي اسم شباب، غير دي اسم، لان ممكن اقول من غيرهم او من غير كذا، قبلت الجر اهي، طالما قبلت حرف الجر تبقى اسم على طول. طب المغضوب اسم، عليهم لسه عاملينها اللي هي عباره عن حرف واسم. طب وحرف لا، ها ولا، ولا دي عباره عن كلمتين، الواو حرف ولا حرف، والضالين ايه يا شباب؟ والضالين اسم. ده عن كان عن اول حاجه كده عشان نفكك الكلام. طب تعالوا كده نتكلم عن التمرين اللي بعديه، بقول لي وضح انواع الكلمات. ان مع العسر يسرا، ايه كلمه مع دي؟ ايه رايكم؟ مع حرف ولا اسم؟ لا هايدي، لا هايدي، مع دي اسم، كلنا عارفين ان لسه قايل، انا كنت لسه ضارب بها المثل دلوقتي، ان مع، لان يجوز ان انا انونها، فاذا مع اسم صح. طب توفير العملات رقم اتنين، توفير العملات ايه رايكم؟ ها توفير اسم، برافو. ايوه، لان ممكن اقول التوفير، طلاب كتير بيقول لك توفير ما هي فعل مضارع اهي، لا طبعا توفير دي اسم. طب تعالى كده، لولا العلم، لولا العلم، ايوه توفير اسم، اللي بيقول اسم ازاي حط لها الف ولام، اللي بيقول مع اسم ازاي نونها هتلاقيها معا. نروح للولا بقى، لولا دي حرف كريم، لا يا كريم، لولا دي حرف، حرف شرط لا محل له من الاعراب، فانتبه لهذه النقطه. طيب بيقول لك يساهم التخطيط الجيد في تقدم الامم. طب كلمه تقدم دي ايه؟ تقدم دي عباره عن ايه؟ اسم، برافو. ايوه كده، برافو صح كده. ليه؟ لاني ممكن اقول ده هي قبلها حرف جر، يعني انت يقعد طالب من غير ما اقول لك اسم ولا فعل ولا حرف، قول لي دي قبلها حرف جر يا استاذ، وانت قلت لنا اي حاجه قبلها حرف جر تبقى ايه على طول؟ تبقى اسم. طيب هو الله، هو دي ايه يا شباب؟ ضمير، وكل الضمائر، كل الضمائر اسماء، برافو يا يوسف، ايوه كده صح يا دعاء. هو الله الذي لا اله الا، طب الا دي عباره عن ايه؟ الا دي حرف، حرف من حروف الاستثناء زي ما هنعرف كمان شويه. طب تعالى نقرا دي صح بقى، تعالى نقرا دي صح، لاحسن انتوا لو قريتوها غلط هتبقى مشكله. ها اقول ايه؟ تسابق الامم بعضها البعض، ولا تسابق الامم؟ خلي بالك رقم ستة، انتبهوا بالله عليكم وبالراحه كده علشان مش عايزين نتسرع. تسابق الامم بعضها البعض، ولا تسابق الامم لا هي تسابق. بص بقى القراءه مهمه جدا، يعني دي فعل، تسابق الامم بعضها البعض تسابق الوحوش. ايوه تسابق الثانيه اسم. شوفوا شباب بالظبط اهو، كلمه تسابق والثانيه تسابق، لكن الاولى فعل والثانيه اسم. زي ما اقول ايه مثلا؟ ترابط، ترابط ده فعل، لكن ترابط ده ايه يا شباب؟ اسم. فلازم نقرا صح يا شباب بالله عليكم. طب كان حقا علينا، كان حقا علينا فعل طبعا، برافو. طب اني، اسمعوا بقى لا تطربني دي شباب بالله عليكم بالراحه كده، عارفين كلمه لا تطربني دي كام حاجه؟ لا تطربني لو جينا نقسمها كده هنلاقيها عباره عن اللام. بص بقى اللام اهي، اللام زائد تطرب زائد النون زائد الياء اهو، دي كده ادي لا تطربني، اللام زائد تطرب زائد النون زائد الياء، اني لا تطربني. على كده بقى اقول له اللام دي حرف، وتطرب ده الفعل، والنون ده يا شباب دي اسمها نون الوقايه. يعني ايه نون الوقايه يا استاذ؟ بصوا في قاعده بتقول الفعل لا يكسر، القاعده بتقول، القاعده كده بتقول الفعل في اللغه العربيه لا يكسر اخره ابدا، مفروض ان اخر الفعل والكسر ده من صفات مين؟ من صفات الاسم. طيب افرض انا بقى جت حاجه تخلي الفعل يتكسر، جت حاجه تخلي الفعل يتكسر زي الياء دي، الياء دي يا شباب، الياء ده اهي لما تتصل باي كلمه تخليها تتكسر، يعني كلمه كتاب لما تتصل بالاسم عادي الاسم بيقبل الكسر، فبقول كتابي، فكده الباء بتاعت كتاب اتكسرت وده مقبول في الاسم. لكن لو انا جيت اضفت الكلمه ضرب، حطيت لها الياء الضمير دي، عايز اقول واحد ضربني، يعني اقول ضربي، المفروض اقول كده ضربي، كده الباء بتاعت الفعل اتكسرت وممنوع زي ما قلنا ان الفعل يتكسر. فبالعرب بتعمل ايه؟ تزود نون من عندها،
تقوم النون دي تسمى ايه؟ نون الوقاية، نون الوقاية، تقي الفعل من الكسر. فإذا الكسرة تروح لها للنون، ما تروحش لمين؟ ما تروحش ليه الفعل. إذا لا تطربني عبارة عن اللام زائد تطرب زائد نون الوقاية زائد اللي هي شباب زائد ياء الضمير، يبقى مكونة من حرف، من حرفين اللي هي اللام ونون الوقاية، ومن فعل ومن ايه شباب ومن اسم. طب كلمة طرب، إني لا تطربني طربا، طربا اسم صح كده، لأن ممكن أقول الطرب. طب كلمة أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. طبعا هنا أقبل ده فاعل أمر، خلي بالك بالظبط كده، يبقى رقم 9 ده أقبل فعل، برافو. طب أنت، هي فأنت، خلي بالك فأنت دي مكونة من حاجتين، الفاء حرف وأنت اللي هي الاسم، الفاء حرف وأنت اسم. تعالى رقم 10 العجيبة دي بقى، بقول لك في بوعدك تكن من الصادقين. في دي لو جيت تركز فيها شويه مع انها حرف واحد ومع ذلك برافو عليكم فعل امر. في بوعدك ده فعل امر من وفى، وبالتالي صح كده زي ما الناس ما شاء الله عليكم كلكم كاتبين اهوت انها فعل امر وليست حرف. يبقى اذا يا شباب من خلال بعض التمارين اللي قدامنا عرفنا ان احنا نفرق بين الاسم والفعل والحرف الى حد ما. تعالوا بقى نقرب شويه من الحروف لاحسن. الحروف هيصه، يعني انا عملت لكم الجدول اللي قدامنا ده علشان بجد يبقى ده حفظ بقى شباب. الجدول اللي قدامنا ده لازم يتحفظ، مش الجدول اقصد الخريطة الذهنية اللي قدامنا دي لازم انت تحفظها، وتحفظها كويس قوي لانها مش فهم. يعني انا بقول لك حروف النفي في اللغة العربية، ايه هي حروف النفي؟ لم ولما ولن وما ولا لاتا. ايه لاتا دي يا استاذ؟ لاتا دي لما نيجي تفهمها لك تحت كده اهو، بص ما خرجت امس، خلي بالك مش اي ما، لازم ما تدي معنى النفي. لا الساعة، يعني لا الساعة دي يعني ليست الساعة. لا تحين أي ليس هناك وقت للهرب أو ليس هناك أي مفر. فإذا كلمة لا في اللغة العربية حرف عادي جدا، صحيح ما بتستخدمش كتير لكن موجودة وتعرفها أنها حرف نفي. إن إيه أستاذ؟ معلش بقى الكلمة جديدة عليا قوي كده، يعني إن صح من المشبهات بليس يا أحمد صح، بس إن هنا ازاي حرف نفي؟ ده ان ده بتاعت حرف توكيد يا استاذ. ايوه لما تكون ان محمدا نجح ده حرف توكيد صح، لكن بتبقى ساعات اداه شرط. ان دي بتبقى ساعات اداه شرط، ان تذاكر تنجح تمام، لكن ساعات بقى تبقى ان اداه نفي. بص تعالى كده اما نشوف ان هذا الا كذب. عارف ان هذا الا كذب يعني ايه؟ يعني ما هذا الا كذب، او ليس هذا الا كذب. إذا يا شباب لو جيت أنت شلت إن وحطيت ليس والكلام مشي، أو شلت إن وحطيت ما والكلام مشي، يبقى فعلا أداة نفي. حتى في القرآن تلاقي إن هذان إلا ساحران، إن هذان إلا ساحران، يبقى ساعات إن تيجي أداة نفي، ودي جديدة، دي جديدة على حتى الطلاب الشاطرين. إن هذا إلا الله ينور عليك يا أبو حميد، إن هذا إلا سحر يؤثر، أي ما هذا إلا سحر يؤثر. فياريت ابنائنا الطلاب كده، انت الحمد لله معاك معلومه متميزه دي، لا توئم ديت محدش كتير بيعرف ان هم ادوات للنفي، كل الطلاب بتاخدها. ايه لا ديت؟ لو قلت واحد ايه يا عم لا، وفي حاجه اسمها لا اصلا؟ واحد تاني يقول لك ان، تقول له ايه استخدامات ان؟ يقول لك تفيد الشك، تفيد اللي مش عارف التوكيد، لا وايضا تفيد النفي. كلا اسمها حرف نفي وزجر، زجر يعني ايه؟ لا ما تعملش يعني، كلا اوعى تعمل كده يعني. طيب حروف الجواب، ايه حروف الجواب؟ ممكن اجاوب بلا، ممكن اجاوب بنعم وبلا واي والله. اي دي مش اي يا شباب، اقراها صح، كلمه اي والله واجل، كل ديت حروف نفي وحروف جواب، عفوا حروف جواب اسمها حروف الجواب. يعني واحد بيسالني افعلت ذلك؟ اقول له لا، او اقول له نعم. طب في الاستفهام المنفي الم تفعل ذلك؟ اقول له بلى فعلت، او يقول لي افعلت ذلك؟ اقول له اي والله فعلت، او اجل فعلت. اقول لك معلومه حلوه، اقول لك معلومه حلوه لو سمحت، بص قدامك كده كل الحروف اللي انا قلتها ديت، كل الحروف اللي انا قلتها قدامك دي لا محل لها من الاعراب. اكرر ايه يا ايمن؟ اكرر ايه؟ اكرر، ما انا مش عارف انت عايزني اكرر ايه تاني يا شباب. انا اللي هقوله هقول تاني هو عشان الناس اللي عايزاني اكرر حاجه، بقول ان الادوات اللي قدامي ديت ادوات النفي قدامي ايه، الغريب منهم كلمتين، كلمه لا اللي بمعنى ليس،
ما قول لات الحين او لات ساعة مندم، اي ليس الساعة ساعة مندم، دي لات. كلمة ان ساعات تستخدم للنفي لو جت بمعنى ليس في ومعها ادوات استثناء، معها اداة استثناء، زي ما قول ان هذان الا ساحران او ان هذا الا كذب، دي جملة منفية اي معنى ان هنا ما هذا الا كذب. ايضا كلا حرف من حروف النفي. اما حروف الجواب لما حد يسألك انت عملت كده تقول له لا او نعم او بلى او اي او اجل. والمعلومة بتقول يا شباب معلومة جميلة، كل الحروف لا محل لها من الاعراب. يعني انت تخيل في قطعة من القطع جاب لك خط وحطه تحت كلمة اجل، اجل ان ذا يوم لمن يفتدي مصر، اجل ان ذا يوم، تعرف اجل دي ايه؟ نقول له حرف لا محل له من الاعراب. ما انا درست مع استاذي ان الاجل من الحروف. طيب في حروف اسمها حروف التفسير. يعني ايه حروف التفسير؟ العفو يا ايمن، يعني ايه حروف التفسير يا شباب؟ حروف التفسير اللي هي بتيجي تفسر الكلمه اللي قبلها. يعني لما اقول لك ايه مثلا اوحيت الي ان اخرج، بالله عليكم انتبهوا معايا ولو تعرفوا تكتبوا الكلام اللي بقوله يبقى احسن. يعني اوحيت اليه ان اخرج، كلمه اوحيت اليه غامضه، يا ترى اوحيت اليه بايه؟ اشرت اليه بايه؟ المتكلم مش عارف انا اوحيت اليه بايه، فقمت جايب اوحيت اليه، يبقى عشان كده بيسموه حرف تفسير. يبقى احيانا تاتي ان للتفسير. الديمقراطيه ان يحكم الشعب نفسه بنفسه، الديمقراطية أن تفعل كذا، يبقى الديمقراطية هي إيه؟ فعل كذا أو توضيح كذا. كلمة أي بيض برضو، أي دي أي للتفسيرية، خلي بالك في كذا أي في اللغة العربية، في أي بني دي أداة نداء، لكن لما أقول الديمقراطية أي الحرية يبقى اسمه حرف إيه يا شباب؟ وظيفته إيه؟ وظيفته التفسير. والله يا شباب لو تعرفوا علماءنا العرب ما حطوا القواعد ديت، هو شاف المعاني. يعني انت لو ركزت في المعنى شويه هيخفف عليك الحفظ قوي. يعني لما اقول الديمقراطيه اي الحريه، طب انا كده بعمل ايه؟ انا بفسر يعني ايه ديمقراطيه. اذا كلمه اي هنا اداه تفسير او حرف تفسير. طب احرف التنبيه، يعني ايه احرف التنبيه؟ ساعات تلاقي الجمله تبدا بايه، بص كده تقول لك ايه، الا ان محمدا جاء. ايه الا دي؟ الا دي مجرد حاجه كده بجذب الانتباه. اي ما هو حسب بقى، لا بص بقى اللي بيقول لي الاعراب، احنا مش هنسبق احمد، معلش بعد اذنك يا احمد مش هنسبق شويه الاعراب دلوقتي. اللي بعد اي تفسيريه بتشوف بقى حسب موقعه في الجمله او حسب يبقى مبتدا او حسب الجمله يعني. لكن انا مش عايز اتطرق للاعراب دلوقتي بقدر ما انا عايز يعني اقرب قوي من انواع الكلمات، لان زي ما قلنا الدوره دي هتركز قوي على انواع الكلمات مش على اعراب الكلمات. المهم يا شباب تعالوا بقى بنقول الا. الا دي حرف لما اجي اعربها، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلنفرض إن أنا بقول لك اعرب ألا، تقول لي حرف لا محل له من الإعراب، أو بمعنى أدق حرف تنبيه لا محل له من الإعراب. أما عندكم رجل قوي، أما ها إن ذا يوم لمن يفتدي مصر. ساعات أقول إيه؟ بص كده، يا ليت فلان جاء، يا ليت فلان جاء. بص أهو حتى أنا كاتب لك نوت التفسير اشارت والتنبيه، الا ان محمدا، يا هل ياتي محمد. بص على الجمله تحت ايه، يا هل ياتي محمد. على فكره الامثله دي مهمه قوي علشان تثبت معاك المعلومه. انا ما بناديش هنا يا جماعه، فين المنادى اصلا؟ لو جت يا من غير منادى يبقى غالبا للتنبيه، الا ان يكون المنادى محذوف. فيا هنا حرف تنبيه مش حرف نداء. ويا ما جابها في ثانويه عامه في بعض النصوص في ثانويه عامه القديمه اللي هي في ثانيه ثانوي لما كانت ثانويه عامه، يعني يا هل اجالس اقواما احبهم كنا وكانوا على عهد فقد ضعنوا، وكان كاتبها له تحت في النصوص يا حرف تنبيه، ويجيبها له بقى في اختياري يقول له يا حرف تنبيه ولا حرف نداء. لما ما الاقيش بعدها منادى يبقى غالبا تبقى يا شباب حرف تنبيه، او الاقي بعدها ليت، يا ليت الشباب يعود، يا ليت الشباب يعود. طلاب كتيره جدا لو جيت قلت له يا هنا ايه هي نوعها، هيقول لي انها هي حرف نداء. تمام كده شباب، اذا يا حرف تنبيه. احرف الشرط بقى، احرف الشرط اللي هي ان تذاكر تنجح، اذ ما تذاكر تنجح. على فكره هي مش اذا ما، الناس بتقراها كتير غلط، اذ ما هي كلمه واحده اصلا، إذ ما تذاكر تنجح، يعني إذا تذاكر تنجح عادي، دي موجودة في اللغة العربية، دي اسمها حرف من حروف الشرط. عشان كده قلت المادة ديت أو الخريطة دي يا جماعة والله محتاجة حفظ،
هي محتاجه مناقشه ودردشه زي ما احنا بنعمل كده، بس في النهايه برضو محتاجه انك تحفظ ان دي اسمها احرف الشر. عندك لو، عندك لولا، لو ما، ايوه لو ما عادي، لو ما تذاكر تنجح مثلا، خلاص كده. اما، اما اداه شرط، فاذا عندك اهو بعض ال 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 اذ ما تذاكر تنجح اي تحت، تمام، عندك بعض الامثله يعني تحت. نيجي بقى لاحرف التحضيض. يعني ايه تحضيض يا استاذ؟ حض يعني شجع يعني حث. فلما اقول لك احرف تحضيض يعني حرف للحض والحث وللتشجيع. يعني لما اقول له ايه مثلا، بص كده، هلا قرات، يعني ايه؟ يا ريت تقرا يا اخي. الا تقرا، يا ريت تقرا يا اخي. لولا تقرا، لولا ينهاهم الناس عن فعل الشر. يعني ايه لولا ينهاهم الناس؟ لو ما تفعلون كذا، ده المعنى بقى. ما تقوليش طب امتى تفيد الشرط وامتى تفيد الحض، والله لو لقيتها تربط ما بتربطش جملتين وجايه لوحدها كده، اقول لك لولا تذاكر واسكت، ما كملتش، بقول لك لولا تذاكر يعني يا ريت تذاكر، يعني بحضك على المذاكره. اذا الشباب دي اسمها احرف التشجيع او احرف الحض. وطبعا كل الكلام ده هينفع ولادي اللي بيسمعوا دلوقتي، هينفعهم في التعبير، هينفعوا في التعبير. ان احرف التحضيض ديت، يا سلام عليك وانت بتستخدمها في التعبير بقى، لان احلى حاجه في الدنيا انك تتعلم وتستخدم مش تستخرج بس. صحيح متعه ان انا اقول لك استخرج حرف تحضيض وتطلعه من الجمله، دي متعه، دي انت بتحس انك عرفت معلومه جديده، لكن يا سلام عليك وانت بتستخدمه في التعبير. بدل بقى يا جماعه ما نقعدش كل شويه يجب ان، ويجب على الحكومه ان تفعل، ويجب على مش عارف ايه، ويجب ان، يجب ان الممله دي بقى خلاص زهقنا منها يا عم، غيرها، قل هلا فعلنا، لو ما نفعل، ولولا نذكر مش عارف ايه. اذا كده انا برضو بقول يجب ان، بس بقولها بطريقه جديده. احرف النداء قدامنا يا شباب منها حروف مشهوره طبعا زي ما احنا عارفين، الهمزه ويا واي، اي بني. طب لاحظت ان كلمه اي لا مش جاهل ولا حاجه محمد، لا المصحح مش جاهل، مش للدرجه دي، لا 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 يا محمد، لا لا عارفها يا محمد، ما تقلقش، احنا يعني مش جايبين واحد مثلا يعني ايه مش ما بيشتغلش حاجه وبعدين جاي، لا لا طبعا ان شاء الله يا احمد هتترفع باذن الله، ان شاء الله هتترفع، حد يقول له هتترفع يا جماعه لو سمحت، ان شاء الله هتترفع على اليوتيوب باذن الله. طيب يبقى دي احرف النداء، ساعات انادي باي بني. طب بص بقى الفرق ما بين اي، لما اقول الديمقراطيه اي الحريه، واقول اي بني ان الله واحد، دي حرف ودي حرف على فكرة. لكن الديمقراطية أي الحرية ده حرف تفسير. أي بني إن الله واحد دي حرف نداء. طب أيا، أيا ممكن أنادي بأيا، أيا محمد، هيا محمد، مش هيا دي على فكرة، هيا محمد. خطيرة اللي جاية دي بقى، وإسلاما ومعتصما، دي اسمها حرف نداء. الوا دي من حروف النداء لكنها تستخدم إلا في نوع من الأنواع في المواقف الخطيرة يعني. محمد ممكن اقول كده، فدي حروف نداء شباب. ليت ولو ولعل دي كلها بتفيد برضو التمني والترجي، مع يعني ان ليت بتستخدم للمستحيلات، انما لعل بتستخدم للممكنات، دي حاجة بلاغية شوية. يعني واحد بيتمنى يعود الشباب، طبعا الشباب لا يعود، فيقول ليت الشباب يعود، ليت الشباب يعود، عشان الشباب مستحيل يعود. لكن واحد نفسه ينجح يقول ليتني انجح ولا لعلني انجح، دي حته بلاغه شويه، يبقى يقول لعلني انجح، لان لعل في الممكنات اما ليت في المستحيلات. حروف المصدر، يعني حروف المصدر اللي هي شباب بتكون مصدر مؤول، يعني احب ان اذاكر تساوي احب المذاكره، يجب ان نتعلم تساوي يجب التعلم، احب ما تصنع تساوي احب صنعك. اذا حروف المصدر اي هي وما بعدها تكون مصدر. يا ريت حتى لو الحاجات دي غريبه بالنسبه لك احفظها دلوقتي، ومن كتر الاستخدام سوا هتنكشف الامور شيئا فشيئا. ارجو لو سمحتوا ممكن تاخد فكره الاول وتقبل الفكره بشيء من الغموض، ومع التدريبات والمحاضرات المتتاليه هيبدا الغموض ده ينكشف فعلا. ان وان وما بيكونوا حاجه اسمها المصدر المؤول. ايضا في تاء التأنيس، حروف للتأنيس زي فاطمه خرجت. خلي بالك بقى انا كده بقيت حج عليك اهو، انت دلوقتي قلت لك ان التاء التأنيس دي تبع الحروف صح؟ شباب تاني، تاء التأنيس حرف، محدش يعتبر تاء التأنيس ضمير. يعني ساعات طلاب كتير جدا لما اقول له اعرب خرجت او كانت فاطمه يقول لي التاء اسم كان، لا لا
لتاء اسم كانت، التاء دي حرف لا محل له من الاعراب، لان احنا اتفقنا دي مش المفتوحه. اذا الشباب بالنسبه لتاء التانيث زي، وبرده بتيجي اخر الفعل، بس بتيجي اخر الفعل الماضي، استقالت، خرجت. تعال بقى نشوف حروف الجر. حروف الجر قدامنا ايه الناحيه الثانيه؟ من، الى، عن، على، الباء، الكاف، اللام، في. دي حروف جر مشهوره جدا. لكن عندي بقى في حروف جر يعني ساعات بتيجي في حاله بس. تعرف ان الواو والتاء في القسم تبقى حروف جر؟ يعني تقول والله، تالله، الواو والتاء هنا حروف جر. طب تعرف ان مذ ومنذ لما يجي بعدها اسم تبقى حروف جر؟ اهي دي تحفظها، دي حفظ. والله يا جماعه دي ما لها اي علاقه بالفهم، دي مصطلحات عربيه وكلمات عربيه لابد ان يحفظها الطالب انها حروف جر. طب عدا وخلا وحاشا وحتى، حتى حرف جر يا استاذ؟ ده احنا طول عمرنا بناخدها حرف نصب. ايوه لو جه فعل مضارع، لو جه بعدها فعل مضارع فعلا حتى فعل، حتى فعلا حرف نصب. لكن لو جه وراها اسم بقى تعامل معامله إله. يعني ما اقول سرت حتى المنزل، تعرف حتى حرف جر والمنزل اسم مجرور علامه الجر والكسره. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. طب تعالوا حروف النصب، ان، لن، عفوا، ان، ان، انك، ان، لكن، ليت، لعل. دي حروف نصب الاسم لو تفتكروها كلنا عارفينها. طب نصب الفعل، ان، لن، كي، لام التعليل، حتى. هي برضه ايه يا استاذ، هي حتى جر ولا نصب؟ ما حسب، جه وراها اسم تبقى جر، جه وراها فعل مضارع تبقى نصب. وفي حاجه عندنا اسمها فاء السببيه، حاجه عندنا اسمها لام الجحود، وواو المعيه، واذا، واو، او دي عايزين دي بقى كل اللي قاعدين بيتهيألي ما يعرفوش ان او من ادوات نصب المضارع. بجد يا استاذ او من ادوات نصب المضارع؟ اه تعالى نشوف الامثله كده. بص اهو، بص هنا عن من اول هنا اتي تنصب اهو، بص اهو، لاستسلمن الصعب او ادرك المنى. تعرف ان او لو جت بمعنى الى ان تنصب؟ بص كده تاني، امتى او تبقى حرف نصب؟ اذا جت بمعنى الى ان، لاستسهلن الصعب او ادرك المنى. دي معلومه جديده خالص يا جماعه عندنا فعلا. يا احمد ما شاء الله عليك، انت باين عليك يعني مدرك الفرق ما بين المعلومات، ما شاء الله عليك. يعني تاني يا شباب، او اداه نصب اذا جت بمعنى الى ان. اهو ايوه بمعنى حتى، صح، ماشي، صح، اللي بيقولها صح يا معتز برضه، بس الى ان ادق يعني شويه. اضربك او تستقيم، ها هقول له كده، اضربك، ده فعل مضارع مرفوع على فكره، او تستقيم يعني الا ان تستقيم. يبقى اذا جت الى ان او جت بمعنى الا ان، يبقى او من ادوات نصب المضارع. وهذه المعلومه معلومه نادره، فارجو انك تكونوا على علم بها. والغريب انت لو دخلت على جوجل دلوقتي وكتبت ادوات نصب المضارع او كتبت او التي تنصب المضارع هتلاقيها كتير جدا، بس للاسف كتبنا الدراسيه ما بتتعرضش خالص لحكايه او التي تنصب. واذا ايضا تنصب، بس دي معلومه يعني اشك ان الناس كتير عارفاها، اللي هي كلمه اذا، يعني تعالى اذا اكرمك، دي اداه نصب. وواو المعية ولام الجحود اللي يسبقها بقى، وعندك الأمثلة تحت هي لام الجحود بيسبقها كان المنفية، وفاء السببية بيسبقها أمر أو نهي. طبعا دي أمور في الإعراب أنا بتكلم بسرعة كده فيها ليه؟ لأن موفرها للمستوى الثاني إن شاء الله لما نروح لها ونشوف بتعمل إيه. نيجي لحروف جزم الفعل، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، وإن وإذ ما. هذه الأدوات اسمها أدوات تجزم فعل مضارع، تجزم الفعل المضارع، دي حروف، حروف تجزم الفعل المضارع. عندك حروف العطف، الواو والفاء وثم وبل واو لكن ولا حتى. خلي بالك بقى، هبص اهي، حتى ايه ده يا استاذ بقى؟ يعني معلش بقى بالراحه كده، هي حتى دي اداه نصب ولا اداه جر ولا اداه عطف؟ اهو بص هنا عن من اول هنا عن منتشره، تنصب الفعل المضارع وتجر الاسم وتستخدم حرف عطف، فالعلماء لهم فيها كلام كتير جدا. حتى دي، حتى دي لما تخش كده وتشوف في كتب النحو ايه بيقولوا على ايه، على حتى، لا بيقولوا كلام كتير قوي. يبقى حتى قد تكون حرف عطف اذا كان الجزء اللي بعدها جزء من اللي قبلها. بص كده اهو، حرف عطف لان ما بعدها جزء مما قبلها. يعني لما اقول اكلت السمكه حتى راسها، يبقى راس دي معطوفه على مين؟ على السمكه، لان الراس جزء من الايه يا شباب؟ من السمكه. دي بعض الإشارات. أهو عندك وأم برضو، دي حرف عطف، أيأتي محمد أم علي؟ هل أتى محمد أم علي؟ أم دي حرف عطف يا شباب. حروف التوكيد بقى لي قد وإن وإنما ونون التوكيد ولام القسم والحروف الزائدة، أي حرف زائد بيفيد التوكيد أصلا. حروف الاستقبال يا شباب،
سين وسوف وان وان ولن وهل، دي كلها بتفيد استقبال. يعني ان دي بتفيد المستقبل، وان بتفيد المستقبل، ولن بتفيد المستقبل، وهل بتفيد المستقبل. كل دي لما تيجي في اللغه العربيه وتفتح كتب النحو هذه الحروف اسمها حروف استقبال لا محل لها من الاعراب. حرف الاستفهام زي هل والهمزه بس، هم دول حروف الاستفهام. بقيت ادوات الاستفهام اسماء حسب المعنى، حسب المعنى اللي بيقول لي افرق بينهم ازاي. كل ده حسب المعنى، وهنقابل امثله دلوقتي احنا. بس انت حط في ذاكرتك يا جماعه الحروف الزائده هقول لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، اصل الكلام لست عليهم مسيطر، يعني ده في غير القران. يعني الباء هنا حرف جر زائد، ما جاء من احد، اصل الكلام ما جاء احد، فعلت ذلك من غير ما قصد، من غير ما قصد تساوي من غير قصد. اذا هذه الحروف كلمه ما كانت زائده، ومن زائده، والباء زائده. اذا اي حرف ياتي زائد يكون الغرض منه ايه يا شباب الاصلي؟ الغرض منه هو التوكيد. تعال بقى نشوف حرف الاستفهام. بالله عليكم انتبهوا، جميع ادوات الاستفهام اسماء، يعني متى، كيف، متى وكيف، ومن وما، دي اسماء استفهام. لكن حرفين الاستفهام اللي عندي الوحيدين في اللغه العربيه هل والهمزه. هل جاء محمد؟ يبقى دي استفهام. طب أمحمد معك؟ خلي بالك الهمزه ممكن تستخدم اكثر من استخدام، يعني الهمزه ممكن استخدمها للنداء القريب، أمحمد ان الله واحد، يعني بقول له يا محمد ان الله واحد، انا بناديله كده. لكن أمحمد جاء، انقلبت الهمزه من اداه استفهام، من اداه نداء الى اداه استفهام. فانتبهوا. حروف الاستثناء طبعا اللي هي الا وعدا وخيالا وحاش، غير وسوى لا، غير وسوى اسماء، يبقى الا وعدا وخيالا وحاش. انا عارف ان الكلام كتير، في بعض الكلام جديد، لكن مهم، مهم قوي. الخريطة اللي قدامنا دي لو احنا استوعبناها وانتقلت من الورقة لدماغنا وبدأنا نبص على الخريطة دي كتير، يا ريت نطبعها يا جماعة، يا ريت نطبعها ونحطها قدامنا ونبص عليها كتير، واحنا بنحل نبص عليها كتير، عشان هتفيدنا قوي بجد في مسألة الحروف. وانا بدأت بالحروف عشان نحسمها ونطلعها، لان هل يكفي، هل يكفي يا شباب ان انا اقول لك ان الحرف هو ما لا يقبل علامات الاسم والفعل؟ على فكره انا كنت بعمل كده مع الطلاب كتير، اقول له الحرف هو ما لا يقبل علامات الاسم والفعل، لكن لقيت ان ده مش كافي، لقيت ان الطلاب كتيره بتغلط كتير في الحرف. حروف جر وحروف استثناء، عادي عادي يا شيماء، هي حروف جر وحروف استثناء، يعني حرف يفيد الاستثناء وفي نفس الوقت يجر اللي بعده. يعني ما قرأت عدا الأخبار، أقول كده ما قرأت عدا الأخبار، خلاص ما قرأت الصحف يعني عدا الأخبار. طب أنا هنا كلمة الأخبار خلاص عدا دي بمعنى الاستثناء، ادتني معنى الاستثناء، وفي نفس الوقت كلمة الأخبار بعدها بتعرب اسم مجرور. صحيح إن بعض العلماء بيعتبروها فعل ماضي، لكن أنا بقول على الاستثناء إن البعض بيعتبرها يا شباب حرف. معلش بصة كمان كده، بصة كمان كده على الحروف، أهي الحروف قدامنا كلنا أهي، انا اديت لك فكره عنها، ما رضيتش اتعمق قوي فيها بس اديت لك فكره عنها. تبقى انت المعنى قدامك، بتفيد النفي، بتفيد الجر، بتفيد الجواب، التفسير الى اخره من قدامك. وتعالى بقى بسرعه نطبق على هذا الكلام، وتعالى بقى بسرعه نطبق على هذا الكلام. بص يا شباب، صل على النبي، تعالى بقى. والذين يؤمنون بما انزل اليك، يا ترى نوع ما هنا نافيه صح ولا غلط؟ خطأ، برافو عليكم. مفيش يا جماعة هنا، ما هنا ما تديش معنى نفي خالص. نبدأ بقى نناقش الحروف يا شباب، نبدأ بقى نناقش الحروف علشان الكلام مهم. يبقى إذن الله ينور عليكم، الله ينور عليكم، دي اسم موصول. طيب رقم اتنين، إن مع العسر يسرا، كلمة مع حرف جر ولا حرف عطف ولا شيء آخر؟ إن برضو ناس بتكتب حرف جر، يا فاطمة يا فاطمة يا كل يلي يا هايدي يا جماعة، مع ظرف وليست حرف جر. أقول تاني للمرة 33، مع ظرف وليست حرف جر، يعني هنا هنختار شيء آخر. أيوة هنا هنختار شيء آخر صح. طب رقم ثلاثة، الحمد لله رب العالمين، اللام في لفظ الجلالة حرف جر ولا حرف توكيد ولا لام القسم؟ حرف جر. الله ينور عليكم، الله ينور عليكم. طب رقم أربعة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم دي حرف عطف ولا توكيد ولا جر؟ أم لم تنذرهم،
سواء عليهم أأنذرتهم أم، برافو عليكم، حرف عطف 10 على 10، لا مش توكيد، لا يا يوسف، لا 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 لا، حرف عطف أهو أهو، بص هرجع تاني أهو، حروف العطف أهي ومن ضمنها أم أهي، شوف أم أهي حرف عطف أهي، فخلي بالك أم في جملة الاستفهام بتبقى حرف عطف. السؤال خمسة أو رقم الآية خمسة، فنادوا ولا تحين مناص، كلمة ثلاثة حرف نفي ولا زائد ولا نصب؟ كلمة ثلاثة، برافو حرف نفي أهو، مش إحنا قايلين ده أول حاجة خدناها في الخريطة لو تفتكر، أول حاجة خدناها في الخريطة إن لاتا من حروف الإيه يا شباب؟ من حروف النفي، أهي لاتا أهي من حروف النفي، كنا بنقول إن لاتا من حروف الإيه يا شباب؟ من حروف النفي. تعالى للسؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه اللي بيقول لي فنادوا ولا تحين مناص، خلاص قلناه. ستة، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، كلمة إذا بقى حرف ولا اسم؟ إذا دي حرف ولا اسم؟ برافو عليكم، اسم، اللي قال اسم 10 على 10. طب اللي بيقول حرف بقى، نيجي بقى للناس اللي بتقول حرف، من حرف ايه؟ هل بالله عليك فوق في الخريطه هنا، الخريطه الذهنيه اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شويه دلوقتي، هل في هنا اذا؟ اذا يا جماعه لا تكون حرف الا اذا افادت المفاجاه، يعني خرجت فاذا محمد، بينما انا ماشي فاذا امراه، دي اسمها اذا الفجائيه ودي حرف، لكن لما هنا بقول إذا دي أداة شرط، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، طب هل إذا من حروف الشرط ولا من أسماء الشرط؟ لا من أسماء الشرط. تاني يا جماعة، حسب أيمن برضو اللي بعد إذا الفجائية دي بيعتبروه مبتدأ أو بيعتبر يعني قصة طويلة كده، أيمن بالله عليك أنا مش عايز أخش فيها، معلش أيمن سيبني دلوقتي من حكاية الإعراب ده لغاية ما أتقن مع الطلاب مسألة أنواع الكلمات والتفريق بين أنواع الكلمات، لأن إحنا لو دخلنا الإعراب في الموضوع صدقني هنشتت الناس، معلش يا أيمن. فأنا ممكن بعد المحاضرة ممكن أجاوبك على كل اللي أنت عايزه، حتى ولو هتجيب لي هتبعتها لي مسج هجاوبها لك مسج، لكن خلينا هنا في إذا. يبقى إذا دي إيه يا شباب؟ إذا بمعنى حين، وحين هنا اسم وليست حرف. رقم سبعة، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. إن هنا ها رقم سبعة، يلا شباب، إن هذا إلا سحر مبين. يا سلام على اللي كاتب نفي، 10 على 10 اللي كاتب توكيد اتسرع، شيل كده كلمة إن وحط ليس هذا إلا سحر مبين، خلاص ما هذا إلا سحر مبين، برافو عليكم اللي كاتب نفي 10 على 10. طب رقم 8، ما كان الله ليطلعكم على الغيب. خلي بالك هنا احنا كنا قلنا هنا لو بص نصب المضارع، ما كان محمد ليكذب، اللام اللي قبلها كان المنفية تسمى لام الجحود، اهو ارجع تاني بقى رقم 8 اهي، ما كان الله ليطلعكم، تمام كده نحفظها، معلش اللام دي اسمها ايه اللغة العربية؟ اللام اللي يسبقها كان المنفية اسمها لام الايه يا شباب؟ لام الجحود، الله ينور عليكم. 9، قال سوف استغفر لكم ربي. كلمة سوف حرف ولا اسم يا شباب؟ سوف، برافو، حرف استقبال اهي، نطلع للخريطة الذهنية اهو، بص اهي سوف من حروف الاستقبال اهي اهي يا شباب. يبقى بص لو انت قدامك الخريطة مفيش حاجة ان شاء الله هتقف قصادك ان شاء الله. تعالى كده 10، ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق. كلمة اي حرف نداء ولا حرف جواب ولا حرف قسم؟ هنا المعنى ايه؟ حرف ايه؟ إيه وربي؟ إيه وربي؟ ها؟ بالراحة كده كل اللي كاتب قسم غلط. طب نطلع كده، بص 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 صل على النبي، عشان انتوا كده يا جماعة صح كده، برافو اللي كتب حرف جواب 10 على 10. يا جماعة هما بيسألوه بيقولوا له أحق هو، فهو بيجاوبهم وبيقول لهم إيه وربي. اللي كتب حرف قسم، تعال بقى عشان بس إيه لا تلومن إلا نفسك، تعالى كده بص فين حروف القسم هنا؟ حروف الجر صح؟ فين حروف القسم هنا؟ حروف الجر، حروف النصب، حروف التوكيد، اهي ما في حروف التوكيد. بص هل هنا لام القسم هي حاجة ده الحرف القسم بس، وواو القسم ده اللي هو الحرف الجر. هل بقى انت درست ان ايه ديت من حروف القسم؟ ما فيش يا جماعة كده، ما هو انت عندك ايه اهي اهي، فين حروف الجواب؟ ايه اهي ده اهي. يبقى يا شباب يعني بلاش تسرع، انتوا بتتسرعوا قوي وبتضيعوا الدرجه. هو بيقول تاني السؤال رقم 10، ويستنبئونك احق هو، بيسالوك يا محمد هل هذا القران حق؟
فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له قل إيه، جاوبهم يا محمد إيه وربي. عارفين مين واو القسم اللي هي وربي دي؟ آه دي واو قسم ماشي، لكن إيه وربي ده حرف اسمه إيه تاني؟ لا أنا عايز أسمع أشوف الغرفة وهي كاتباها كده، حرف إيه ده تاني؟ إيه وربي؟ الله ينور عليكم، حرف جواب وليس حرف يا شباب وليس حرف قسم. تعال سؤال 11، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. جاءته التاء دي إيه؟ برافو، حرف تأنيث. أيوة كده برافو، برافو يا هديل، صح كده، التاء في جاءته لأن البنت اللي جاءته، يبقى التاء هنا حرف تأنيث. طيب رقم 12، وأن تصوموا خير لكم. الناصبة ولا مصدرية ولا كلاهما صحيح؟ عادي أيمن، كلاهما صحيح. الله ينور عليكم، الله ينور عليكم. ليه ليه؟ ما هي بصوا يا جماعة، يعني إيه مصدرية؟ الناس اللي مش فاهمة مصدرية، ممكن أقول الصوم خير لكم، يبقى حولت أن تصوموا الكلمة واحدة، وطالما نفع أحولها الكلمة واحدة يبقى مصدرية. طب ما هي بتنصب، يبقى ما فيش مشكلة خالص إنها تكون ناصبة وتكون في نفس الوقت يا شباب مصدرية، فهختار يا شباب كلاهما صحيح. رقم 13، سلام هي حتى مطلع الفجر. كلمة حتى حرف نصب ولا جر ولا عطف؟ برافو، طالما وراها اسم يبقى جر. ايوه كده 10 على 10، ايوه كده برافو، الغرفه كلها برافو عليكم، صح كده، حرف جر علشان بمعنى الى. طيب تعالى كده، لولا تستغفرون الله، ها لولا تستغفرون الله حرف، ايوه برافو، ايوه كده حرف ايه؟ جر ايه بس؟ مين اللي قال جر؟ لولا تستغفرون الله. ده الناس بتجاوب في 13، خلاص ماشي. تعالوا بقى يا شباب نختم هذا اللقاء الجميل بان احنا نتكلم عن التسامح شوي. يعني احنا ما احوجنا للتسامح في العصر اللي احنا عايشين فيه ده. التسامح صفة جميلة من صفات الانبياء، من صفات الصالحين. التسامح ان لما حد يعمل فيك حاجة وحشة، ان لما حد يظلمك او حد يأذيك او حد يشتمك سامحه، لان العفو من شيم الكرام، وربنا عفو بيحب العفو. فياريت نطلع النهاردة بالقيمة دي. وزي ما قلت احنا دايما في اخر كل محاضرة بعد هصة النحو عايزين زي ما بنتعلم نحو نتعلم قيمة جميلة وخلق جميل يكون بيننا كلنا. والنهاردة تعالوا جمعت لكم مجموعة مقولات عن التسامح، وفي نفس الوقت هنطلع منها الحروف. فهمنا شباب؟ تعالوا نطلع الحروف. انا هطلعها بس كده، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. دي بقى أظن أكتر حاجة تخليك متسامح. ربنا بيقولك مش حابب أن ربنا يغفر لك؟ وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تعال بقى أنا هطلع لك كده الحروف. بص، الواو حرف، حرف، واللام دي لام الأمر، حرف أمر، لام حرف جزم يعني. والتانية برضو وليصفحوا نفس الحكاية. ألا تحبون، ألا دي عبارة عن همزة استفهام زائد لا النافية. ألا، ألا رجل في الدار، دي مش ألا بتاعت التنبيه، ألا بتاعت التنبيه كلمة واحدة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تحس إنها لوحدها كده. لكن لما أقول ألا رجل في الدار، يعني هو ما فيش رجل في الدار، يبقى ألا تحبون أي ألستم تحبون. يبقى ألا دي عبارة عن إيه تاني؟ مكونة من آ همزة استفهام زائد لا النافية. أن يغفر ده حرف مصدري، لكن لأنه معناه إيه؟ ألا تحبون غفران الله، يبقى حرف مصدري. لكم، اللام دي حرف جر، لكم وده ضمير طبعا، وهنا الواو دي حرف عطف، الله غفور رحيم. تعالى بقى كده 17، قال صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما نافية؟ أي لم يزد الله عبدا بعفو إلا عزة، يبقى ما نافية. طب ما زاد الله عبدا بعفو، الباء حرف جر، إلا حرف استثناء. تعالى 18، نشوف البيت الشعر الجميل ده، الإمام الشافعي بيقول لك عاشر بمعروف، الباء حرف جر. وسامح من ولا من دي؟ ها اقروها لي بقى كده، سامح من ولا من؟ بالفتح، الله ينور عليك يا أبو حميد، صح، يبقى ده اسم ولا حرف؟ احنا قلنا من اللي بالفتح تبقى ايه؟ اسم، الله ينور عليك، الله ينور عليك، دي من الموصولة صح. وسامح من، يبقى ده مش حرف، كلمة من هنا مش حرف، كلمة من هنا اسم موصول. ودافع، ولكن الواو حرف، ولكن حرف، خلي بالك لكن من اخوات إن.
إن أن كأن لكن ليت لعل، وساعات تيجي حرف عطف واستدراك، ولكن بالتي الباء حرف جر، التي طبعا اسم ماليش دعوه بيه، انا بطلع الحروف بس. خلي بالك احنا دلوقتي كل اللي بيقول لك ايه هو اصلا طلع الحروف بس. 19 بيقول الشجره لا تحجب ظلها حتى على الحطاب. فاهم معنى الجمله؟ الجمله دي ما جميله قوي. الحطاب ماسك البلطه وعمال يقطع في غصون الشجره، ومع ذلك الشجره مضللاه، يعني الشجر يعني هو بيقطع بالشجره والشجره منع عنه الشمس. ده رمز لمن يحسن الى من يسيء اليه. فهمت المعنى يعني؟ فالشجره لا تحجب، لا نافيه، لا نافيه ظلها حتى عن الحطاب، حتى حرف وعن حرف. خلي بالك حتى عن الحطاب الاثنين حروف. طيب 20 سامح صديقك ان زلت به قدم، دي ان شرطيه على فكره. فليس الفاء حرف، يسلم انسان من ولا من؟ ها من ولا من؟ بالكسر ولا بالفتح؟ بالكسر. برافو، يبقى دي حرف، يبقى دي حرف جر. طب اذا ايه رايكم؟ اسم ولا فعل ولا فعل ولا حرف؟ كلمه اذا، اذا بركز عليها اسم. برافو. اذا قدرت على، على ده حرف، فاجعل الفاء حرف، عنه عنا حرف، شكرا ما فيش حاجه فيها، للقدره اللام حرف، عليه على حرف. إما أن تسامح تماما أو لا تسامح على الإطلاق. صحيح يا تسامح يا ما تسامحش. أن دي حرف مصدري مش كده؟ إما المسامحة تماما أو دي حرف، ولا دي حرف، وعلى دي حرف. طب لا تتسامح مع الذئاب فتؤذي الخراف. آه مش كل حد نتسامح معاه، في ناس كده ما تحتاجش، ما تنفعش تتسامح معاه، حرف برضه. طب لا تتسامح دي لا نهية مع، لا دي ظرف ماليش دعوه فيها، فتؤذي. الفاء السببيه هنا بقى شباب، لان قبلها نهي. لو تلاحظ كنا قلنا قبل كده فاء السببيه كنا قلنا لابد ان يسبقها نفي او نهي. بص فاء السببيه هجيبها لك اهي. فاء السببيه افكرك بيها، كنا قلناها اهو، راحت فين فاء السببيه؟ اهي. بص تسمى سببيه، تسمى المسبوقه بنفي او طلب. الفاء المسبوقه بنفي اهو، فأعاقب لم أذنب فأعاقب. الفاء المسبوقة بنفي أو طلب تسمى بالسببية، زي لا تأمر بالخير أو قبلها اللي هي إيه اللي هي عندنا في المثال، معلش أجيب المثال تاني اللي إحنا بنقول آه، فتؤذي الخراف. يعني الفاء في تؤذي ده إيه؟ فاء سببية. طيب فما اللؤم إلا أن، إلا إن حقدت فلم تكن كريما فتعفو أو شجاعا فتثأر. يعني اللؤم، فما اللؤم؟ الفاء دي حرف، وما دي حرف نفي، واللؤم ده اسم عادي، تمام؟ طب إلا حرف، وإن حرف، فلم حرفين، الفاء في لم حرف ولم كمان حرف، فتعفو الفاء حرف، أو حرف فتسأر الفاء حرف. تعال نختم بالقصة الجميلة دي بقى. بقول لك إيه؟ روي أن الإمام، روي أن مالك الأشتر، واحد اسمه مالك الأشتر يعني، طبعًا أن دي حرف، كان مرًا في سوق، في دي حرف، الكوفة. وقد ارتدى، حرفين يا شباب، الواو حرف وقد حرف، ارتدى ثيابا بسيطة فرآه، الفاء حرف، شخص طائش فمال، الفاء حرف، إليه، يعني الشخص ده مال إليه، يعني إليه دي حرف طبعا، الإلى دي حرف والهاء دي ضمير، إليه. حاضر يا محمد، ما هو حرف جر اهو. يحتقر ملابسه، طبعا ما فيش حاجه، ويرميه، الواو حرف عطف، بالطين، الباء حرف جر، فلم دي حرف عطف، الفاء دي حرف عطف، لم حرف جزم، يلتفت اليه حرف جر، الاشتر، ومدى في طريقه حرف جر، فقيل، الفاء حرف عطف، له، اللام حرف جر، هل تعرف حرف استفهام، من رميت، دي من خلي بالك مش من، قال لا حرف نفي، حرف جواب ونفي. قيل له، اللام حرف جر، هذا مالك الأشتر صاحب أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا عليه هنا حرف، فارتعد، الفاء حرف، الرجل، وتبع الأشتر إلى المسجد، إلى حرف جر، فوجده، الفاء حرف عطف، قائما يصلي، فلما، هنا الفاء حرف، حرف عطف برضه طبعا، لما هنا بمعنى حين مش حرف دي،
فلما فرغ من صلاته حرف جر وقع الرجل على قدميه على حرف جر يقبلها فقال حرف عطف له اللام حرف جر ما هذا اوعى تقول لي ما حرف ما هنا اسم استفهام ما هنا اسم من اسماء الاستفهام لان احنا قلنا جميع ادوات الاستفهام اسماء ما عدا هل والهمزه يبقى ما مش حرف قال اعتذر اليك الى حرف جر مما بقى انتبهوا يا شباب مما يساوي من الذي من ما يعني مما دي عباره عن ايه من حرف جر وما اسم موصول فهناخد مني بس صنعت فقال الاشتر لا باس لا حرف نفي بأس عليكم على حرف جر فوالله الواو حرف عطف عفوا الفاء حرف عطف يعني ده فوالله حرف جديد يعني والواو دي حرف ايه بقى حرف قسم الواو دي حرف جر على فكرة يعني الفاء دي حرف عطف والواو دي حرف قسم وجر مفيش مشكلة فوالله الفاء حرف عطف حرف استئناف كلام جديد وكلمة الواو هنا حرف جر وحرف قسم مفيش مشكلة خالص لان اللي بعد الواو بيتجر على طول ما دخلت ما هنا نافية ما دخلت يبقى دخلت هنا ما دخلت ما نافية ودخل فعل ماضي المسجد إلا لأستغفر إلا دي يا شباب إلا قلنا عليها تبقى حرف استثناء ولأستغفر اللام للتعليل ولك حرف يا شباب حرف جر ده يا شباب عن استنوا بس عشان إيه أمد الوقت شوية لحسن الوقت هيخلص قبل ما نخلص فأمد الوقت كمان 10 دقائق أيوة ده بالنسبة شباب لبعض الحروف وأخيرا كلنا نخطئ وكلنا نحتاج إلى التسامح دي يا شباب فعلا نقص الحق معلش يا إلى التسامح يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة النهاردة خدنا جرعة ممتازة علشان يعني ان شاء الله باذن الله نستخدمها فيما بعد في حلنا للتمارين عرفنا الحروف قد ايه مهمه قوي عرفنا بعض الحروف الجديده علينا ويا رب كده ان شاء الله في الفتره اللي جايه نكون ذكرنا الكلام ده وتكون استفدتوا باذن الله رب العالمين الحقيقه انا سعدت بكم جدا في هذا اللقاء وان شاء الله باذن الله الحصة دي تترفع إن شاء الله على اليوتيوب وتستفيدون منها بإذن الله استفادة كبيرة وياريت نحل الواجب بقى شباب احنا لو دخلنا دلوقتي على الواجب نلاقي عندنا واجب على هذه الكلمات ننزله عندك وابدأ حله لأن المرة الجاية هعمل امتحان الأول يعني إن شاء الرحمن الرحيم انزل هتلاقي يعني فلذلك الشباب بقول هنعمل الواجب بقى ونخلينا شطار وهنمتحن المرة الجاية المرة الجاية هنمتحن يا يوسف يا يوسف خش الكورس وانت هتلاقي الورق هتلاقي في الاستدول تحت ما هو هتبقى يوم الحد اللي جاي ان شاء الله يا ايمان وهنلاقي بس احنا بقى من الحد للحد مش هنقعد فاضيين انتوا كل يوم تخشوا الكورس بتاعكم وتشوفوا انا لو نزلت سؤال لو نزلت واجب نزلت امتحان يعني اللقاء الحي اللي ما بيننا دلوقتي الاونلاين ده هيبقى كل اسبوع لكن في خلال الحد للحد احنا مع بعض بنسال بعض بنتناقش بتحل واجب بتمتحن من خلال الكورس طيب تمام كده استفدتوا يا شباب استفدتوا النهاردة الحمد لله لو استفدنا نكتب قول لنا الحمد لله عشان انا ايه اطمن كده ان احنا استفدنا اللي استفاد يكتب الحمد لله الحمد لله رب العالمين بس كده احلى حاجة ان هي كلمة الحمد لله اللي تملأ الميزان ولئن شكرتم لأزيدنكم ونحفظ الله ينور عليك لازم نحفظ ان شاء الله رب العالمين واللي عايز سؤال ممكن يبعت لي هناك على الكورس عادي جدا يسألني وفي بيحصل يعني مناقشات بتحصل فيا رب كده ان شاء الله بإذن الله نستفيد جميعا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واي حد عنده سؤال يسأله حتى اللي كان بيقول لي انا عايز سؤال خارجي وسؤال في الحصة عشان وقت الحصة هيخلص طيب كده تمام تم بحمد الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته